لو جينا هنا قلنا له اوبشنز موديل اكسبلورر تيبلز اناليسيس ريزلت ستراكشر اوتبوت موديل انفورميشن موديل بيريود اند فريكوانسيز وقلنا له شو تيبل مود 1 البيريود 0.296 فريكوانسي 3.381 يعني الفريكوانسي اكبر من الواحد يبقى ريجيد بيلدنج يبقى جيب 85% مظبوط وجيل الانترنال دخلناها بواحد زي ما فهمنا هنيجي هنا نقول له ديسبلاي ستوري ريسبونس بلوتس ماكسيمم ستوري ديسبليسمنت بالنسبه للديد 2.7 ملم هنيجي هنا هنختار انفلوب التيميت انفلوب التيميت وزاوت انترنال اللي احنا واخدينها عشان المقارنه هنلاقي هنا الديسبليسمنت الماكسيمم في اتجاه واي اللي هو بالريد ده واي هنبص تحت كده هنلاقيها ب 13 ملم عند ارتفاع 10.35 اللي هو الايف هايت في اتجاه اكس هنلاقيها 6.22 ملم عند برضو الايف هايت يبقى 13 و6 ده احنا شغالين دلوقتي التيميت طيب ويز انترنال ان احنا دخلنا الانترنال بريشر هنلاقي هنا ماكسيمم 14.77 14.77 عند واي وعند اكس هنلاقيها 6.65 يبقى القيم اكبر لما دخلنا الانترنال بريشر هنيجي هنا في الانفلوب سيرفيس ده ويز انترنال هنيجي برضو عند الايف اللي هي اعلى حاجه اعلى ديسبليسمنت يعني هنلاقي 9 وعند الاكس 4.33 وزاوت 8.2 وهنا 4.13 يعني قيم اقل يبقى هنا ويز هنلاقي الاكس قريبه انما الواي هنلاقيها اكبر وده في السيرفز